ايه اللي وداكي عند خير بشاره؟ اللي وداني عند خير بشاره بقى كنت رايحه لها التصوير. كانت بدات مع استاذ محمد صبحي في ملح الارض. ايوه. وانا عارفه وفاء في نوع ورد هي بتتفائل بيه كده قوي لما حد بيروح لها بيه او ليه تصوير. فانا خدت البوكيه الورد وكان معايا سواق، خلصت الدرس بتاعي ورحت رايحه لها على هناك. فاديت لها الورد وبعد كده هي بتصور، فطلعت اقف في الطرقه شويه مع المساعدين بتوعها وبتاع، بنرغي بنضحك. لقيت استاذ محمد معدي، يا جماعه هي دي جايه من ضمن العيال بتوع الكاستنج. فقالوا له مش عارفين، طب دي مين؟ طب دي ايه؟ فابتدوا يسالوني طب تيجي تعملي كاستنج للدور؟ قلت لهم هاجي اعمل كاستنج للدور. فعملوا لي اختبار، لقوا لي كويسه يجي مني يعني. فقال لهم تمام، هو استاذ خيري بشاره واستاذ محمد صبحي، قال له تمام هتعمل معانا الدور. الدور كان 9 مشاهد منهم 2 صامتين انا فاكره. بس والله يعني بدايه برضو قويه تعتبر. ما استاذ محمد صبحي واستاذ خيري بشاره يعني، وانت بتشقطي الحاجات في السكه خلصه كده. بالظبط. فده كان الدور اللي انا عملته قبل ما اتجه لثانويه عامه، اصلا كنت لسه صغيره قوي وقتها. بقالك كتير ما جيتيش، انت ما بشوفكيش غير في المدرسه. اصلي وبص على الشجر ما بلقكش، قام راجع لوحدي. يا خسارة، ده انا ببقى مستخبي وراها. يبقى انا غلطان، كان لازم اجي لغايه عندها وابص كويس. انا بحب الشجره دي قوي من صغري وانا بقعد تحتها، دلوقتي ما اقدرش اتصور الحياه من غيرها، غلاوتها زادت قوي. مع انها شجره يعني بتحب